عندما حاصر وقاطع قريش بنو هاشم ظلما لثلاث سنوات، قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرضة قد أكلتها ولم يبقى من الصحيفة شيء سوى باسمك اللهم. فبسم الله مسراها، وبسم الله مجراها، وبسم الله من بيده أرواح أحيائنا ورحمته غمرت موتانا. وصلى الله على ذاك القدوة ما أحلاه، وسلم الله ذاك الوجه ما أبهاه، وبارك الله على ذاك الأسوة ما أكمله وأعلاه. علم الأمة الصدق وكانت في صحراء الكذب هائمة، وأرشدها إلى الحق وكانت في ظلمات الباطل عائمة، وقادها إلى النور وكانت في دياجير الزور قائمة. ماذا أقول في النبي الرسول؟ هل أقول للبدر حييت يا قمر السماء؟ أم أقول للشمس أهلا يا كاشفة الظلماء؟ أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟ السلام عليكن يا وصيات الرسول، السلام عليكن يا من قال فيكن المؤنسات الغاليات، السلام عليكن من قال فيكن ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. آخر ما وجهه إلى أمته من على منبره: أيها الناس اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. يا قارورات الرسول، اليوم أكرمكن الله بأعظم ما يمكن للمرء تكريمه، وهي تاج العبودية والوقار، الحجاب. الحجاب لغة تعني حجب الشيء، أي ستره. وقد حجب الله عنكن وسترَكن عن كل رذيلة لتنالوا حياة كريمة وعيشة فضيلة بإذن الله. إن الحجاب هو امتثال لأوامر الله وطاعة له ولرسوله، وهي فطرة الإنسان التي خلق عليها. فالإنسان بطبيعته يحب الستر والتعفف، وجاء الحجاب للمرأة لتحقق هذه الفطرة، وهو أطهر لقلوب المؤمنات والمؤمنين عامة، حيث يحقق التوازن في المجتمع ويمنع الانحراف، وأجلب للعفة والطهارة، وأقوى في حماية للنفس من كل من حولها. فالمرأة حين ترتدي الحجاب تحافظ على وقارها، وهي بذلك أم مثالية. فمن تربد على الدين أخرجت من بعدها من يحافظ على هذا الدين، ويكون بذلك مجتمعاً ذا عزة وقيمة. تربي جيلاً على الدين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون بذلك خير أمة أخرجت للناس. يا بنات وحفيدات أول شهيدة في الإسلام سمية، إنني اليوم هنا لألقي كلمتي، والفخر لي بصفتي سفيرة للمنظمة الأمريكية وورد حجاب داي، حيث تأسست هذه المنظمة المباركة عام 2013 من قبل السيدة نزمة خان، بعد أحداث 11 من سبتمبر، حيث بدأت محاربة الإسلام والمسلمين كافة في الولايات الأمريكية المتحدة، وتعرضت المحجبات هناك إلى أذى كثير، فكانت هذه المنظمة المباركة بمثابة ملاذ آمن لهن. واليوم بتعاون مع منظمة التنمية لطلاب المعاهد والجامعات في كردستان، أردنا المشاركة معكن في تكريمكن وحثكن والشد على أيديكن، وبارك الله لكن. وأقول كما قال القاضي عياض: مما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أي بباطن قدمي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد النبي. وأقول لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبنات نجار: والله يعلم بأن قلبي يحبكن،
يا أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أما بزماني شيريني كرديش بيتام بلم كوامن نونرائتي ريخراوي ور حجاب ديكم أو ريخراو أمريكيا كوا روجي يكي دوي همو صاليكي كردوات روجي زياني بالا بوشان بو همو كسان بو اوي بيروز بايتان ليبكم وهر وها أمي وكو وبير هنا نويك بيتام بلم كوا لكتابي لأنك الله لبر اوي تو خدايت علي بن جابر الفيفي لبيشككي الله بو او كسي كوا شويك يعني لكاتي نواجي عشايا بي وتم آية نواجكت أنزام داوا بي موت بالايا بقمان وسيريكي كردمو بي وتم هرشيت أوي بيلي أو بيلي ولكنه قد رآك بلام أو تويديوا بو دايكم بويا ايوش اگر حزابا كانتان لترسي دايكو باوتانا او لبيرتان بي ولكنه قد رآك ولكنه قد رآك علي بن جابري راتلا كان بوي بيت او نوسرا بهوا دارم كوا حجابي ايوش ولكنه قد راق بيت او لدكي عبوديتيك اخواي قورا فرزي كردو لسر معنا وبيت زيقاي شان عزيبو هموت لا يكتان بو خوتان وكومل قكتان اگر حجابا كان تان بو ترند بو ان فيستيفاليا او لبيرتان بي ولكنه قد راق او توي ديوا اگر لترسي كومل قيا ولكنه قد راق او توي ديوا أجر لبيناوي كالتور ناريتا ولكنه قد رآك أجر بو عبوديتي شا ولكنه قد رآك ولدكي عبوديتي إنسان أويا فإن لم تكن تراه فإنه يراك أجر توش أو نبيني أو تو أبينيت دمتمنا فخرا للإسلام والمسلمين هراوا جيش عنازي بن بو إسلام ومسلمانان وأن تلدنا أبطالا وبطلات كست الشام وأخيه صلاح الدين وبالواناني هاوشيوي ست الشام وبراكي صلاح الدين أيوبي به النبون وهروها كونوا أملا لهذه الأمة بابن هوكاري أميد هوابو أمتا وسببا لإحياء هذه الأمة وهوكاري بوجيان وبوجانوي أم أمتا نلتقي بكم على الخير ومصرانا وأقصانا وقدسنا وغزتنا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.